السلام عليكم، اهلا بكم متابعي قناتنا قناه النشره الطبيه في حلقه جديده من حلقاتنا. والنهارده هنتكلم عن دواء فالدوكسان لعلاج القلق والرهاب الاجتماعي. ايه هي دواعي الاستخدام والاثار الجانبيه؟ ده اللي هنعرفه مع بعض في الحلقه دي. ولكن قبل الدخول في الحلقة لا تنسي الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس حتى يصلك كل جديد. ولو اعجبك الفيديو او استفدت منه بمعلومة لا تنسي دعمنا بلايك او مشاركة للفيديو. دواعي استعمال دواء فالدوكسان: يستخدم هذا الدواء لعلاج الاكتئاب عند البالغين. ما هو التأثير الدوائي لفالدوكسان؟ لكي نفهم كيفية عمل هذا الدواء وتأثيره، دعونا نعرف كيف يؤثر الاكتئاب في كيمياء المخ. يحدث الاكتئاب خللا في توازن المواد الكيميائية بالمخ مثل السيروتونين والميلاتونين. يساعد فالدوكسان على استعادة توازن هذه المواد الكيميائية، خاصة الميلاتونين الذي يعمل نقصه على حدوث اضطرابات في أنماط النوم. لذلك فهو يحسن من جودة النوم ويقلل من حدة الأعراض الأخرى المصاحبة للاكتئاب. ما هي طريقة استخدام وجرعة فالدوكسان؟ قبل تناول الدواء اقرأ النشرة الموثقة به جيدا، واسأل الطبيب أو الصيدلي عن النقاط الغير واضحة لك. اتبع إرشادات الطبيب بدقة فيما يخص الجرعة الموصوفة لك، ولا تزيدها أو تنقصها من تلقاء نفسك. الجرعة المعتادة من الدواء هي قرص واحد فقط يوميا، ويفضل أن يؤخذ وقت النوم. ربما يزيد الطبيب الجرعة بعد بضعة أسابيع لتصبح قرصين بدلا من واحد يؤخذان سويا وقت النوم. يمكن أن تتناول الدواء مع الطعام أو بدونه. إذا نسيت جرعة من الدواء فتناولها وقت تذكرها، إلا إذا كان وقت الجرعة التالية قريبا حينها فوت الجرعة السابقة وتتناول جرعة واحدة فقط، أي لا تتناول جرعتين في نفس الوقت. يظهر مفعول الدواء بعد أسبوع أو أسبوعين من بداية تناولك له. لا تتوقف عن تناول الدواء في تلك الفترة التي لا تشعر فيها بتحسن الأعراض، ظنا منك أنه غير فعال. نصائح للمريض عند استخدام فالدوكسان: احرص على زيارة الطبيب بانتظام في أثناء تناولك للدواء. غالبا ما يطلب الطبيب إجراء فحوصات دورية لوظائف الكبد للتأكد من أنه يعمل بشكل سليم. إذا شعرت أن أعراض الاكتئاب لديك ازدادت حدة مع تناول الدواء، أو راودتك أفكار بإزاء نفسك أو إنهاء حياتك، فتواصل مع طبيبك في الحال. قد يؤثر التدخين في كمية الدواء في جسمك، لذا أخبر طبيبك إن كنت مدخنا. إذا شعرت بتحسن الأعراض فلا تتوقف عن تناول الدواء من تلقاء نفسك، بل استشر الطبيب واحرص على اتباع تعليماته بدقة. موانع استخدام فالدوكسان: هذا الدواء ليس مناسبا لجميع المرضى، ولكي تساعد الطبيب على اختيار افضل مضاد للاكتئاب مناسب لحالتك، احرص على اخباره بالاتي: اذا كان لديك حساسية من المادة الفعالة لهذا الدواء او اي ادوية اخرى، إذا كنت تعاني من مشكلات بالكبد أو الكلى، إذا كان لديك تقلبات مزاجية حادة أو تعاني الخرف، إذا كنت مدخنا أو تتناول الكحوليات، إذا كنت تتناول أي أدوية أخرى في تلك الفترة حتى وإن كانت هذه الأدوية أعشابا أو فيتامينات أو أدوية لا تحتاج إلى وصفة طبية. ليس مصرحا استخدام هذا الدواء لمن هم دون 18. لم تثبت طبيا فعالية الدواء لمن تزيد أعمارهم عن 75 عاما، لذلك لا يجب أن يستخدم الدواء لهذه الفئة العمرية.
الآثار الجانبية لدواء فالدوكسان. تختفي هذه الأعراض بمرور الوقت بعد اعتياد الجسم على الدواء، وهي غثيان، إسهال أو إمساك، الشعور بالنعاس أو الإرهاق، آلام في البطن، صداع، صعوبة في النوم، الشعور بالقلق، آلام في الظهر، كثرة التعرق. أعراض جانبية خطيرة: بول داكن اللون، براز فاتح اللون، اصفرار بالجلد أو بياض العين، ظهور كدمات بالجلد غير معلومة السبب، حكة بالجلد، الشعور بالإجهاد الشديد غير المعتاد. نصائح للتغلب على الأعراض الجانبية: مشكلة الإسهال والغثيان، تجنب تناول الأطعمة الدسمة أو الحارة، واحرص على شرب الكثير من الماء. مشكلة النعاس والإرهاق، تجنب قيادة السيارة أو استخدام الآلات الخطرة عند شعورك بهذه الأعراض حتى لا تعرض نفسك للحوادث. مشكلة الصداع، تناول الكثير من الماء واستشر الصيدلي عن أفضل المسكنات التي يمكنك تناولها في هذه الفترة. راجع طبيبك إذا استمر الصداع لأكثر من أسبوع. مشكلة الإمساك، احرص على تناول الأطعمة الغنية بالألياف مثل الخضروات والفاكهة واشرب الكثير من الماء. فالدوكسان والحمل: لا توجد معلومات كافية حول تأثير هذا الدواء في صحة الأم والجنين في أثناء الحمل. تحدثي إلى طبيبك إذا أصبحت حاملاً أو كنت تخططين للحمل في أثناء تناولك الدواء. فالدوكسان والرضاعة: ليس معروفاً إذا كان فالدوكسان يمر الرضيع عبر لبن الأم أم لا. بصفة عامة، إذا لاحظت على رضيعك أي أعراض غير طبيعية فتوقفي عن تناول الدواء وتواصلي مع طبيبك في الحال.